عقد مساء اليوم في مركز الجواد العربي بمنطقة صبحان المؤتمر الصحفي واللقاء التنويري بمناسبة قرب انطلاق منافسات بطولة كأس المربين للخيول العربية التي ستستمر فعاليتها لمدة يومين اعتبارا من يوم الخميس المقبل. بمشاركة أكثر من 200 جواد يمثلون 89 مربي، ينظم مركز الجواد العربي بيت العرب بطولة كأس المربين للخيول العربية والتي تقام تحت إشراف منظمة الجواد العربي. وأكد القائمون على البطولة إن المنافسات والتي ستنطلق في العاشر من مارس الجاري للمرة الأولى في الكويت ستنحصر فيها المشاركة على الخيول المحلية فقط. طبعا هذه البطولة أول مرة تقام في الكويت، وهي طبعا تختص بالمربي الكويتي فقط للإنتاج المحلي، لتشجيع الإنتاج المحلي. طبعا عندنا 89 مربي مشاركين في هذه البطولة و209 جواد، وإن شاء الله راح تكون روح منافسة مميزة في هذه البطولة لتطوير الإنتاج والارتقاء في هذه الهواية. بطولة المربين يعني طبعا أنا أعتقد جازما أنها ستكون ناجحة، ومؤشرة النجاح ظهرت من عدد التجاوب الذي عرفناه من خلال المربين المحليين، حيث تجاوزنا 200 رأس مسجلة في البطولة في أكثر من 80 مزرعة، وهذا شيء باعتباري رقم يعني يؤسس أن تربية الخيول بدولة الكويت تسير في مسار يعني نموذجي. البطولة نظمها تكون بنظام منظمة الجواد العربي وقوانينها التي تسعى من خلالها أن تضمن للمربي تقييم متجانس عادل سليم يوضح نواقص الخيول ومكامن القوة ومكامن الضعف، لأننا نعتقد في منظمة الجواد العربي أن تنظيم البطولة الهدف الأسمى من خلاله هو تقييم برامج التوليد. ليست البطولات لتوزيع النقاط والمراتب فقط، هي أسمى من ذلك، هي نسعى إلى الحفاظ على الجواز العربي، والحفاظ على الجواز العربي يأتي من خلال المراقبة وتنظيم يعني ومواكبة المربي في جهده وفي جهده المعرفي وجهده الإنتاجي. فالبطولة ستكون بطولة ناجحة كما عهدنا كل المباريات التي تقام بدولة الكويت الشقيقة. وبالتعاون مع منظمة الجواد العربي يسعيان لتنظيم بطولة كأس المربين بشكل احترافي وإخراجها بأفضل صورة ممكنة. عبد الله علوان لنشرة الأخبار.